برحب بحضراتكم في البيت الكبير مرة تانية، وفقرتنا المميزة مع الكابتن الكبير محمد عامر مستمرة. كابتن محمد، عايزين تاني نرجع للمباراة وناخد رأي حضرتك الفني في بعض أجزاء المباراة اللي يمكن بعض الناس على السوشيال ميديا أو جماهير النادي الأهلي بتناقش فيه على مستوى التغييرات، على مستوى الأداء الفني لموسيماني. حضرتك شايف أولا، هل في لوم على موسيماني في مباراة زي مباراة امبارح؟ والجزء الثاني، هل كان من الوارد او من الممكن يعني بعد الاطمئنان على النتيجه 2-1 كان الدفع باحد لاعبي وسط الملعب المدافع حفاظا على النتيجه، وخاصه ان كان فاضل يمكن مش اكتر من 10 دقائق لنهايه المباراه؟ راي حضرتك في الجزء الاولاني والرؤيه الفنيه للجزء الثاني. طبعا موسيماني معلوش اي لوم في اي حاجه، واحنا دايما بنقول الفرقة دي وراها مدرب، بمعنى ان الفرقة لما بتبقى وراها مدرب يبقى شغلها باين، بتستحوذ على الكرة كويس، بتروح للجول، بتضيع، بتسجل، يبقى في مدرب الشغل ده مش جاي من فراغ. صحيح. احنا امبارح مضيعين اكتر من 15 فرصة حقيقية. صحيح. يعني الوم المدرب في ايه؟ بالعكس، انا يعني انا كنت شايف كمان ان يعني تغيير، يعني لو ما كانش غير كنا برضه هنجيب الجونين، ان احنا كنا بنوصل كل شويه للمرمى. لو ما كانش نزل محمد شريف ومروان، لو ما كانش نزل محمد، احنا بواليا كان بيروح كل شويه، هيضيع الاولانيه، هيضيع الثانيه، هيجيب الثالثه. بس التغييرات اعتقد كانت، لكن هو بقى في رؤيه، ما هو احنا بنتكلم في رؤيه. صح. غير برضه، قال لك برضه يعني ما هو مش موفق، فنزل محمد شريف، نزل مروان محسن وبدا يلعب براسين، والاثنين جابوا جول، وبرضه ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كمان بعد توفيق ربنا بيدل فعلا على دايما انا اقول انه موسيماني عنده قراءه جيده للفريق المنافس، وده بالفعل تحقق امبارح لما قرا الدنيا بسرعه جدا ونزل البديلين شريف ومروان، فحصل فعلا الجولين دول. في مدرب بيستغل الدوافع. يعني عارف ان مثلا مروان محسن ده لما هينزل عاوز يكسر الدنيا عشان يغير الفكره الجمهور واخدها عنه ويحرك دوافعه اللي جوه، فبينزل. بالفعل مروان محسن نزل حط هدف. الولد الثاني محمد شريف عنده برضه رد فعل شديد، كره ما تردت راح حاططها، يعني بعد جهد كبير عملها اجايه بصراحه. اجايه من نجوم المباراه بصراحه، كان هايل جدا. فطبعا يعني ممكن انزل او اعمل تغيير وما اكسبش. ما هو طبعا التوفيق برضه هنلاقي. انا سامعك وانا بره بقول يعني، ما هو افرض احنا كنا كسبنا، كان موسيماني ده هو احسن مدرب في الدنيا في العالم. لكن احنا نبص بقى في الحاله اللي فيها درون، فيها خساره. طب خسر وهو عمل اللي عليه ولا لا؟ تعادل وعمل اللي عليه ولا لا؟ ولما تعادل اللعيبه ضيع كم فرصه ووصلوا للمرمى كم مره نبقى عارفين. لكن صحيح. لما يتعادل بسبب تغييرات مش كويسه وما لعبناش وما وصلناش للمرمى، ومنظر الاداء لو عدى اسبوع مش هنكسب. كل يعني هو دوت اللي حصل تقريبا في مباراه سيمبا، وكان الانتقادات على مستوى المباراه. يعني مباراه سيمبا، لا مباراه سيمبا يعني كان فيها، بس واضح يا كابتن ان الاداء الفني بالنسبه للموسيماني والاداره الفنيه بتعلى المباراه عن الثانيه زي اللعيب. يعني لو شفنا مباراه سيمبا مختلفه تماما عن حتى مباراه امبارح، ففي حتى توقيتات التغيير اتغيرت، بقى في جرأه ان هو بيغير بدري، كان الاول بيتاخر في التغييرات. هو بدا كمان غير طريقه اللعب، لعب براس حربة في الوقت المناسب. ايوه وبدا باللي نهى بيه هناك بالظبط. يعني ال 12 دقيقه اللي احنا لعبناهم بدا بيهم، بس هو الوحيد اللي غيره كان ياسر ابراهيم، ما لعبوش من الاول. صحيح. بعد 12 دقيقه يتصاب محمود وحيد ويلعب ايمن اشرف باك ليفت، وينزل ياسر ابراهيم
سرد باك. الجزء الجزء الثاني اللي كان كابتن هاني بيسال عليه، تكثيف الناحيه الدفاعيه علشان تامن الجول، كان محتاج موسيماني يعمل ده ولا لا؟ ولا فيتا كلاب ما كانتش المنافس القوي اللي احنا نعمل معاه ده؟